حسين المقهوي طالع يتكلم على الإدارة بعد إيش؟ بعد ما مشي. خلونا من إنه مشي، هو كاتب في الرسالة الطويلة اللي هو كان منزلها في حساباته الشخصية إنه يا ما تكلمنا وقلنا عن الإدارة ما حد كان يسمع لنا نهائيا. أنا أتحدى أي شخص يجيب لي مقطع أو كلام في حسابه الخاص أو مقابلة أو أي حاجة، أي لاعب مش حسين المقهوي، أي لاعب ذكر أي حاجة عن الإدارة ولا تكلمت. عكس تماما الموسم الماضي أيام عبد الإله مؤمنة، أنا واحد من الناس كنت من منتقدينه أمانة، بس أنتوا طلعتوا تكلمتوا لما وصلنا المركز الثامن، طلع السومة وطلع العويس وطلع مدري مين وطلعتوا تكلمتوا. الحين ليش ما حد تكلم؟ تكلمت حبيبي وانت ماشي بعد ما صارت المصيبة، بعد ما شمت فينا ناس ما يسوا قروش، ما يسوا هلل، خليتهم يشمتوا فينا.